السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التغذية في الأمهات، وإيه الفرق بينها وبين التغذية في أغنام التسمين. وإمتى نتعامل مع الأمهات معاملة التسمين إنه ما يكونش في منها أي خوف؟ أول حاجة، الأمهات لازم تعرف إن اعتمادها الكلي أو معظم أكلتها بتكون من المراعي، بتعتمد اعتماد شبه كلي في تغذيتها على المراعي بالدرجة الأولى، لأن الأمهات دي تعتبر رأس مال ثابت، وهو اللي عن طريقه بتجيب الولدات اللي هي الأغنام اللي بتدخل على مراحل التسمين. فالأمهات رأس مال ثابت، لو تم علفها نفس علفة التسمين على مدار السنة هيحصل حاجتين. أول حاجة، النعاج هتسمن وهتليس، يعني هتعمل دهون على الرحم، هتمنع وصول السائل المنوي للبويضات، فبالتالي مش هيحصل عملية إخصاب. دي رقم واحد. رقم اتنين، مش هتلقى أي جدوى اقتصادية آخر السنة، لأن العلف غالي، وهتاكل وجبة علف الصبح وجبة علف بالليل. هتيجي آخر السنة اللي هتبيعه هو اللي هتشتري بيه علف وهترجعه تاني للأمهات، مفيش أي جدوى اقتصادية من المشروع لو اعتمدت على على نفس علف التسمين للأمهات وبنفس الكمية اللي هي 3% من وزن الخروف. لكن الأمهات قلنا زي ما قلنا بتعتمد اعتماد شبه كلي على المراعي. الأمهات ليها والدتين في السنة، والدة في الشتاء والدة في الصيف. والدة الشتاء بتكون جاية في الشتاء والربيع، طبعا بتكون موسم خضرة وموسم البرسيم، الأمهات بتاكل وبتتغذى كويس وتملى بطنها وبتطلع خلفة ما شاء الله، بتكون خلفة ممتازة شبعانة لبن ومتأسسة. ولدة الشتاء ما شاء الله عليها بتكون نمرة واحد في معدل التحويل. النص الثاني اللي هي ولدة الصيف، بتكون جاية في موسم قحط وجفاف، ما بيكونش فيه خضرة، ما بيكونش فيه مواسم خضرة، فبتطلع الخلفة تعبانة مش متأسسة ومش شبعانة، لا بيطلع معدل تحويلها ضعيف. طبعا ده بالنسبة للناس اللي بتعتمد على المراعي 100%، بالنسبة للناس اللي بتعتمد على المراعي 100%. طيب، ولدة الشتاء وزي ما قلنا ممكن تعتمد اعتماد كلي على المراعي وبتطلع الخلفة ممتازة، لكن ولدة الصيف لا، ما ينفعش نعتمد على المراعي اعتماد كلي، لازم تدخل وجبة علف على الأقل، وجبة آخر النهار، تعتمد طول النهار على المراعي واخر النهار وجبه علف. للنعجه للراس بيكون من نص كيلو لكيلو لربع، وابسط علفه هنقدر نقول لك عليها هي، لان في الصيف بتكون كثره الذره بتطلع في الصيف، فممكن تستخدم نص كيلو ذره وربع كيلو نخاله اللي هي الرده او النخاله. نص كيلو لكل راس، نص كيلو ذره وربع كيلو نخاله، يعني لو حطيت 200 كيلو ذره تحط عليهم 50 كيلو نخالة أو ردة. دي أقل علفة بسيطة جدا 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 تساعد الأمهات في فترات الحمل وفترات الرضاعة، في اللي هو في موسم الصيف. طيب، ممكن تستخدم ديت في فترة الصيف، وممكن تزود كمية العلف، وبالأخص يعني في 4 شهور بالنسبة للأمهات. 4 شهور هم أهم، أخطر مرحلة بالنسبة للراعي، أخطر مرحلة في السنة ككل، أو في الموسم، في كل موسم أخطر 4 شهور اللي هم على أساسهم بيتوقف ربح المشروع. 4 شهور اللي هم شهرين، آخر شهرين في الحمل، الشهر الرابع والخامس، وأول شهرين في الرضاعة، الشهر الأول والثاني في الرضاعة، دول اللي على أساسهم بيتأسس المولود، بيتأسس الخروف، وبيشبع لبن من أمه، وبيطلع متأسس، يطلع معدل تحويله ممتاز. ففي خلال الأربع شهور دولة، سواء في الشتاء سواء في الصيف، لو حبيت تدخل وجبة العلف زي ما قلت لك، وجبة كيلو لربع علف لكل راس آخر النهار لما تيجي تبيت. بس طبعا راجع فيديو استقبال الأغنام، عشان ما ينفعش تتحول من المراعي للعلف مرة واحدة، هتحصل مشاكل، هتحصل لكمة وتحصل مشاكل في الكرش. فراجع فيديو استقبال الأغنام عشان تعرف تتلاشاها وتبقى واحدة واحدة في مرحلة انك هتأكل علف. لازم تتدرج واحدة واحدة من المراعي، من اعتماد كلي على المراعي
لانك تدخل الكيلو الا ربع العلف ده لازم يدخل تدريجي. راجع الفيديو وتعرف ازاي هتدرج واحده واحده. ده بالنسبه للامهات. طب بالنسبه للامهات في ولده الصيف. طيب بالنسبه للاضافات، طبعا هي دي الاختلاف، يعتبر اختلاف اساسي بين الام بين علفه التسمين وعلفه الامهات. الام في الفتره دي بتحتاج محتوى عالي من الكالسيوم والفسفور، بتحتاج محتوى عالي من الكالسيوم والفسفور. الرضة او النخالة محتواها عالي من الكالسيوم والفسفور، عشان كده انا حاطط لك النخالة. حبيت تضيف عليها في عنصرين اساسيين ممكن تضيفهم، وهم ثنائي فوسفات الصوديوم، مصدر فسفور ملح ثنائي فوسفات الصوديوم. بتحط حوالي 10 كيلو على الطن للامهات، 10 كيلو على الطن، يعني لكل 100 كيلو بتحط 1 كيلو ثنائي فوسفات. الملح ده ممتاز، مصدر فوسفور ممتاز، وبيساعد في خصوبة الأمهات، بيزود الخصوبة. مصدر فوسفور ممتاز وبيساعد في خصوبة الأمهات. والحاجة التانية اللي هتضيفها على العلف وهي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم متوفرة عند مواد البناء اللي هي باسم بودرة بلاط أو بودرة ظهارة او بودرة، بتقال عليها بودرة بس، عبارة عن مسحوق الحجر الجيري، يعني اللي هو الحجر الجيري البلوك الابيض مطحون. بس طبعا انت مش هتجيبها تطحنها، يبقى صعب عليك. هو مطحون جاهز، الشكارة حوالي 30 كيلو ب 12 جنيه او 13 جنيه، رخيصة يعني. هتحط على العلفة بمعدل 20 كيلو على الطن، يعني 2 كيلو لكل 100 كيلو، 2 كيلو لكل 100 كيلو علف. دول العنصرين الاساسيين اللي ممكن تضيفهم لعلفة الامهات، عشان دول مصدر كالسيوم وفوسفور بتحتاجهم الام في الجنين في بطنها، بتحتاجهم لنمو العظام بتاعة الجنين، ينزل الجنين عظامه سليمة وكويسة، وبتحتاجهم في الرضاعة عشان تضر اللبن، عشان اللبن بيحتاج مصدر كالسيوم عالي. ده بالنسبة للامهات، واهم عنصرين بينضافوا للعلف اضافات الاعلاف بالنسبة للأمهات. وممكن تتعامل الأم معاملة التسمين من ناحية حتى علف التسمين، لو أنه بتوفر علف تسمين ممكن تشتغل عادي جدا بنفس علف التسمين خلال الأربع شهور دول، خلال الأربع شهور. وما تخافش من النعجة يحصل لها أي مشكلة، بالعكس أنا هوريك دلوقتي صورة نعجة كانت عندي، كنت شاريها من السوق على أساس أنها لحم، وبعد ما الدكتور قسها طلعت النعجة عشر، فسبتها تولد، بس كانت النعجة عبارة عن كتلة لحم. شوف خلفتها طلعت عاملة ازاي، اتفرج معانا دلوقتي على خلفتها، تشوف الخلفة طلعت ازاي. دي لانها كانت معلوفة في اشهر الحمل، دي خلفتها اهي، دول عمر 100 يوم، دول عمر 100 يوم ذكر وانتهى. الذكر 34 كيلو والنتاية 26 كيلو، يعني 60 كيلو في خلال 100 يوم، معدل تحويل فوق الممتاز. هوريك صورة الأم، صورة الأم دي، صورة الأم اهي اللي فيها شوية صوف دول على ظهرها. دي الأم بعد الولادة بثلاث شهور وعشر أيام، كانت قد كده مرتين الأم. ليه كانت متأسسة؟ كانت معلوفة الأم، بس شوف النتاج بتاعها 60 كيلو لحم في خلال 100 يوم. ليه؟ لأن كانت الأم متأسسة في فترة الحمل، الأم كانت سمينة متسمنة، بس الظهر كانت في وسط غنم ومعشرتش لسبب ما، بعد ما سمنت مسكت عشر. بتحصل حالات يعني عادي تسمن وتمسك عشر، بس احنا بنتكلم على الاغلبيه ان اللي بتسمن ما بتمسكش عشر، يعني في كل 100 نعجه لو سمنوا ممكن تمسك منهم 5 6 بس، لكن ديت سمنت ومسكت عشر وجابت نتاج ما شاء الله عليه، الله اكبر. دولة عمر 100 يوم بس، ذكر وانت جايبه توام عمر 100 يوم. النعجه كان وزنها فوق ال 60 كيلو، في الفتره دي كان وزنها 40 كيلو، خست من وزنها 20 كيلو زائد السمن اللي كانت فيه كله ضلعته في عيالها. فما تخافش من انك تصرف على الام شوية علف في خلال الاربع شهور دول، هتلقاهم في النتاج بتاعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.